وقع وزير البترول دكتور مهندس طارق الملا عقد استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة في منطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية، وذلك بعد تحقيق كشف تجاري للذهب في مساحة تبلغ 58 كيلو مترا مربعا. كما شهد وزير البترول توقيع عقد مع إحدى الشركات البريطانية للبحث عن الذهب على مساحة 350 كيلو مترا مربعا بمنطقتي بئر آسل وجبل الميت بالصحراء الشرقية، في إطار توسع الشركة الإنجليزية في الاستثمار في البحث عن الذهب بمصر. وأكد أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في منظومة عمل قطاع التعدين المصري أسهمت في جذب استثمارات للشركات العالمية للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة، مشددا على أهمية الإسراع بعمليات البحث والتنقيب بهدف تحقيق نتائج إيجابية.